السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم تحليه ديال الفريز او لاطار ديال بالفريز. المهم غنحتاجوا في الطبقه الاولى بسكويت ديال المورانغ وشويه الحليب بارد. صافي. المهم انا درت غير المول الصغير. المهم غنبداو صافي، وغادي نغمسو ديال البسكويت ديالنا في الحليب، وغنديرو المهم الطبقة كاينة فيها واحد الحرشة، وحدة رطبة غنديرو الحرشية اللي لتحت. صافي، وهم كنستفوهم. المهم دابا غادي نبداو نبقاو نغطسو في الحليب من الجهتين. صافي، ونستفوهم هنايا في المول ديالنا بهاد الطريقة. صافي، حسن نكمل هادشي كامل، من بعد ندوزو الطبقة الثانية. من بعد ما استفنا البسكوي ديالنا هنا في المول ديالنا، ها هو كما كتشوفوا استفناه بطريقة تكون منتظمة. دابا غنخليوه جانبا وغندوزو للمكونات ديال الطبقة الثانية. عندنا ربع لتر ديال الحليب بارد، عندنا 125 غرام ديال القشدة الطرية غبرة، عندنا جوج معالق ديال السكر ثقيل. ودابا غندوزو لطريقة التحضير ديالو. عندنا إناء ديال الزجاجي نديرو فيه القشدة، نديرو فيه السكر ثقيل. صافي، وغنبداو نطربو فيهم بشوية بشوية. صافي، نبقاو نضربو فيه مزيان. هانتوما البنات، من بعد ما طلعت الكريم فريش ديالنا، هانتوما كما كتشوفو كيجي عاقد وكيضاعف الحجم ديالو. المهم البنات خاصكم تخدموه مزيان بالدراب اليدوي. صافي، دابا غادي نديرو البسكويت ديالنا. صافي، ونقادو مزيان في المول ديالنا. صافي، ودابا ملي غنقادو غندخلو الثلاجة ترتاح واحد شوية ونوجدو الطبقة الثالثة. ودابا غادي ندوزو للطبقة الثالثة. غنحتاجو فيها كاس ديال الماء ديال العنبة 120 مليليتر، وغنحتاجو فلون ديال الفخاز، وغنحتاجو لاغوم ديال الفخاز. المهم غنديرو الماء لي فرونت فلون ديال الفريز. صافي، غنديرو لي غير ربع معلقة مهم. من بعد ما وجد لينا هنايا السيرو ديال الفريز اولا الفلون ديال الفريز، هانتوما كما كتشوفوا راه هو عاقد شويه، غنخليوه هنايا. صافي، المهم انا قطعت الفريز ديالي. المهم تقطعوا على الطريقه اللي بغيتوا. صافي، غنبداو نستفو فيه دابا هنايا في المول. المهم ها هو الفريز ديالنا من بعد ما استفناه. دابا غنديرو ليه السيرو من الفوق. صافي، دابا غندخلو التلاجة ومن بعد نوريكم.
المهم البنات هذه من بعد ما بردت لينا في الثلاجه هذا هو الشكل النهائي ديالها ودابا نقطعوا منها شي مرطو باش تبان لي. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لاطاغ ديالنا من بعد ما بردات. المهم انا قطعت منها مرطو، هانتوما البنات شوفوا كيفاش كيجي، كيجي الشكل ديالو زوين والمذاق ديالو هائل. وبصحة والراحة، إلا عجبتكم لاطاغ ديالي اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناة ديالي ودعموني بلي لايك وتخلوا لي كومونتير لتحت.